الجنازة أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت، التكبيرة الثالثة ندعو للميت بما يفتح الله عز وجل عليكم جميعا، كل واحد يدعي بما يفتح الله عليه. التكبيرة الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. استووا استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.